السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين تقرير، غادي نتكلموا على تقرير رائع لقناه فوكس الامريكيه عن انجاز التاريخي لسيدات المغرب في المونديال. يعني وين تقرير كان كبير، وين ما خاصوش انت فهمني يا خويا، حنا كسر خير مالي كانوا مخلينا دايرين قنوات، ولو كان جات عليكم انتوما كراكم حبستونا كاع الهواد، حبسوه ما عيتو كي ديروا مع الشوبير راك فاهم. اليوم انتوما شفتو قاعد كيما واحد نهضر معاه كبيره كبير شويه كبير نهضر معاه، قال لي يجيب لك موت هذا تالم ولا، قال لي علاك تهضر، علاك تهضر على الاتحاديه وراك تهضر منه، خليه كبير شويه راك تهضر الاتحاديه ومنا وكنجو حنا وكنت منا، راك تحوس منا راك تحوس على فلان. قلت له يا الحاج، قلت له انا ماني نحوس على فلان لا على فلتان، على ماشي الحاج وليت تنواو فانك ماشي الحاج محمد راهو راهو على يعني كون نقولوا مسيوقه مسيوقه، هو يعرف روحو كي نقول قا يخدم مع ذاك رئيس لجنه لجنة الانتخابات سمو قا قا ويكمل الاسم تاعو بالحا مع التالي. منا مي ما طاكش ما طاكش ما نجمش ما نجمش ما نجمش، قال لي الله يجيب لك موت، بنادم يتمنى لك الموت خاطر هو شايف الدراهم وكل شغل انت راك تحوس تحارب فيه باش ما يدوزك الدراهم، شي يتمنى لك يتمنى لك الموت. راك تشوف ناس شوادة هادو قرود، وانت يا مسيوقة انت هو السبب ذهاب انيسة الحمري، انت هو السبب. ومن بعد كي تكمل الشامبيونات تاع كوب دي مود تاع انا اللي يجيب لي مود، راك عارف شنو غادي ندير، باش تعرف مليح راك عارف راك عارف والله. وقلت لك قلت لك اش كاين اش كاين اش كاين، والله ماني طايقك كي نقول لك انت هو السبب تاع أنيسة حمري، باش تعرف بلي على بالي خلعتك مي خلعتك، قلت لي لا يجيب لك موت، ما طقتش ترد عليا قلت لي لا يجيب لك الموت. تتمناولنا الموت من باش نتوما تعيشوا في الفساد تاعكم، الموت مكتوبة عند ربي، يعني يقول لك موت واحدة والأسباب متعددة، سكرات الموت منها تشوف طا طا طا، والموت تبقى جثة ياكلوك الكلاب يقيسوك في البحر، يا جثة نورمال الروح تطلع. الحمد لله الحمد لله كاين حاجة واحدة برك نقولها، الحمد لله كاين الموت كاع نموتو، وكاين عدالة إلهية الفوق، ما كان لا تيليفون لا والو، كاين الفوق عدالة هاك دايرة هاك واحد العدالة الفوق تاعك دايرة ولا، أنا نأمن بهاديك. وانا انسان مهما كان انت وتكون انت وتكون راخو مكاش كاع بالنسبه ليا مكاش هذه هي. نعاودو نولو نتكلمو على تقرير رائع لقناه فوكس الامريكيه عن انجاز التاريخي لسيدات المغرب في مونديال. نسمعوا واش هضروا. قال لك كانت عاصفة من نتائج مثالية لرؤية ألمانيا تخرج. من كأس العالم للسيدات في الدور المجموعات. وهما أبطال أول مرة في تاريخهم هذه البطولة تفشل في التأهل من الدور المجموعات. هذا المشهد تاريخي بالنسبة للاعبات المغرب، يتابعنا نهاية مقابلة ألمانيا وكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية نتيجة قاموا بدورها. شو على من رمي هدرو.
شو على مرام يهضروا؟ عرفت شو نقول لكم على مرام يهضروا؟ اسمحوا لنا تشوف. ايوا غنقول لكم على مرام يهضروا على لاعبه مغربيه هضروا عليها. شوف شو هضروا على هذا، هضروا على هذه اللقطه، هضروا على هذه اللقطه. هضروا على هذه اللقطة راكعة. شوف هاي وين راه، هضروا على هذه اللقطة راكعة هاي وين راه. هاك تشوف باش يكون على بالك ولدي خويا، مشي هنايا هادي إلا بغيت تروح تشوفها في قناة فوكس هاديك تاع أمريكان أطيبها ولدي خويا، مشي هنايا. أنا غير راني نقولكم نقلو الخبر. حبريك راهي توا غابويا في مركة البن، هنايا شقلو. هذه اللحظات لم يتوقعها أحد في المغرب. قال أول دولة عربية تتأهل لكأس العالم للسيدات. وما هضروها مشي أنا هضرتها. والآن هما في مرحلة خروج المغلوب. تذكرت ما فعله رجالهم منذ أشهر فقط في كأس العالم للرجال، تأهلوا إلى الدور النصف النهائي. هذا هو مدربهم بيدروس ماكايتون، يهضر على رونترينا. يمكنك حتى التخيل بدء في البطولة وسحقها بستة، وأنت وأعني أن لم يكن هناك سوى الكثير من الآمال وهم كانوا فقط فعلوا كل ما كان عليهم فعله. هل انتصروا؟ نعم انهم انتصروا. انا جو وانا مثل انا عاجز، انا عاجزة عن الكلام. ليس لدي كلمات، يمكنك ان تكون غير سعيد. أنا نوع من الصرخات الرابطة إن مثل هذه أمر إنه رائع. أين حدث ذلك قبل أن أول مرة في تاريخ المرأة كأس العالم جلس دول إفريقية؟ أول فريق من الوطن العربي يتأهل لهذا كأس العالم ولم يكون في الدور 16. والله لا ما اعترفوا بهم، سبحان الله اعترفوا بهم، معترفين بهم هذه، معترفين بهم خويا. اكتو هضروا على ديك اللي تدعي ربي، هضروا على ديك اللي راك حتى شي صوالح ولا. قالت لهم ماذا يعني هذا الركوع والدعاء كيما هكا؟ قالت لهم ماذا يعني يا ودي؟ هذاك يعني الشكر لله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. هذه هي الناس، سبحان الله سيتخدم، لازم تخدم، لازم تروح بعيد وتشكا خويا، بيتخدم لازم تروح بعيد خويا من التالي كاع
هذه هي كاس العقل. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيتو.